اكسب كويس. لا طبعا فين كابتن سيف زاهر رشح 3 لاعبين من فرقه شحته للشاره الذهبيه، هم السيد محمود، وإياد رمضان، وعادل الشافعي. الشارة اهي، شوف هتلبسها لمين يا كابتن سيف؟ مين حاسس ان هو هياخدها؟ الصراحة أنا عندي حماس إن شاء الله، الماتش اللي فات والله ناخد التاني على التوالي إن شاء الله. فعلا. يعني أنت عندك إحساس إنك أنت هتاخدها، وأنت عندك إحساس إن هو هياخدها؟ إن شاء الله المرة بتاعتي. إن شاء الله المرة بتاعتك. إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله عادي يا كابتن. عادي؟ يعني عادي بتاعته ولا بتاعته هو؟ أنا كنت عايزها بس عادي يا كابتن. الود ود ياخد منك الشورت. على ما التجري. فاهم قصدي؟ عايز تعلق الدنيا كلها، بس أنا أحب اللعيب الصايع، يعني فاهم قصدي؟ خد يا عم تعالى. بعدها قرر ان الحق بالشاره الذهبيه هو السيد محمود. كنت بحتار لان في لعيبه كتيره مستوياتها قريبه من بعض، ولكن كنت يعني في الاخر بستقر لاسباب جوايا، يعني لدرجه ان في الفريق بتاع اليماني في لعيب اخذها الماتش اللي فات، ولكن كان لازم ياخدها الماتش ده، وعجبني اول ما سالته مين ياخدها قال لنا، فعلا كان هو اللي يستحقها. اكيد الكابتن سيف اختارنا عشان جبت الهدف ده، هدف كويس الحمد لله. يعني انا كان عندي حماس اصلا من الماتش الاول ان انا اجي الماتش ده واكسب واخد الشاره تاني، وعندي حماس ان شاء الله اخد الماتش الجاي.